السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال شباب شاء تكونوا بخير ورجعت لكم اليوم بحلقة جديدة بالحلقة اللي اليوم راحين نشوف أدوار يعني بومنيشي بالكانديدتس الكانديدتس تقريبا خلصت قبل ست شهور وبطولة العالم قربت ما تم لها شي يعني شي خمسة وعشرين يوم عشرين يوم يعني ما تم لها كتير فراحين نجيب أجمل أدوار نبومنيشي بالكانديدتس و قبل ما نفوت على الادوار آه، كثير كتير ناس سألوني عن توقعاتي إنه يا أخي بتتوقع يكسب؟ كارلسن ولا نيبو؟ هلا مع إنه سجل المواجهات بين نيبو وكارلسن لا نيبو منشي ما متأكد أديش هذا فايز أحد، بس أنا بتوقع إنه كار- كارلسن يفوز ببطولة العالم هاي، هلا كارلسن هو على حدا وصل لتصنيف بالتاريخ، وحاليا هو رقم واحد، وهو أقوى من نيبو، بس يعني ما بتوقع إنه نيبو تكون إله هالفرص. اللي متأكد منه انه هاي بطولة العالم راح تكون من امتع بطولات العالم اللي صارت لانه عن جد نيبو ستايلو يعني رهيب وهالشي راحين نثبته من خلال هاي الادوار راح فرجيكم اياها اليوم فاللي متأكد منه انه هاي البطولة راح تكون ممتعة بغض النظر عن النتيجة راح نستمتع فيها كتير الا الا اذا شي قال لك هي بطولة عالم ولازم خاف ما ما بتوقع إنه يصير لأنه يعني شفناه كان عم يلعب بشكل شرس بالكانديدتس فما بالك يعني ببطولة عالم يعني فين كتير ناس عم تشوف وبده يمتعون فبتوقع بتوقع رح نشوف بطولة عالم حلوة إلا إذا صار شيء اللي أنا خايفه إنه نبومن شيء يجبن أو إنه يصير شو م... والله خليني ألعب البرلين فما بنعرف بس إن شاء الله بتكون بطولة عالم ممتعة أنا بتوقع إنه كارسن هو اللي رح يكسب لكن آه يعني ف... شيء له فرصه آه خلونا نبلش بالجيم الأول اللي عنا يا هذا الجيم صار بين أنيش جيري ونبومنيشي أكيد أنيش آه... جيري كان أبيض وقتها كان تصنيفه 2760 جيري بلش بالنات أف آه ثري لعب له نات أف سكس سي فور صار معنا الافتتاح الإنجليزي وسي فايف معروف عن نات أف ثري إنه افتتاح مرن ممكن أنت بعد ما تبلش بالنات أف آه... ثري بعد هيك تحول يعني بيتحول معك لكذا افتتاح يمكن يعني تبلش من نايت اف 3 بعدين تكمل جي 3 بشب جي 2 ريتي عالي ممكن انك تلعب دي 4 يعني هو لو انا لعبت دي 4 خلص بيتحول معي إلى 4 بعديك ممكن نكمل بالكتلان آه لو الاسودون اصلا ما لعب نايت اف 6 مثلا لو كمل ب سي 5 ممكن احوله لاستقلي تمام فهو افتتاح كثير مم... كتير مرن ممكن يحولنا لا افتتاحيات ثانيه وهذا الشيء اللي بيعجبني انا بناد اف 3 ممكن حتى احوله لب 3 احيانا ف افتتاحية مرينة هو لما هو لعبنا F3 حوله للإنجليزي C4 C5 اجا نايت C3 نات C6 معنا ال4 نايت فاريشن وهون جري ضرب الوسط ولعب ال D4 E takes على D4 نايت takes D4 وهون أكل على ال آه عفوا لعب E6 هون أنت ما بتظهر أنك تاكل لأنه الوزير بيطور مكانه وعادة لو الوزير طلع من الافتتاح هاي شغله غلط بس لانه انت كسرت حصانك ما عندك نايت سي 6 فالوزير بالوسط هلا شغله حلوه انه يكون الوزير بالوسط بس ما من الافتتاح لانه في حدا بيهاجمه بس بهالوضع ما في حدا مهاجمه فممكن نحطه بالوسط والابيض هون يعتبر كتير احسن لو بدك تهاجم هذا الوزير بدك وقت بدك تلعب جي 6 هو بيلعب لك اي فور ولما بدك تطلع بشب جي 7 بيلعب لك اي 5 بتضطر ترجع بيلعب لك بشب أفور 4 طويل الابيض كتير اسرع منك امشان هيك هون آه بعد آه نايت ديكس دي 4 ما اكل وكمل بالاي 6 لو بدك تاكل انت كول بتكون حركت حصانك 100 مره بالافتتاح وانا باكل هيك عادي وبلعب بعد هيك دي 5 فبعد الاي 6 الجيم كمل بالجي 3 كوين على الفي 6 اعطيني الحصان الا على الدي 4 اجى نايت على البي 5 آه بعد نات بي 5 انا هون مهدد نايت دي 6 واكسب الفيل تبعك طبعا هذا الفيل الاسود هو الفيل القيم الفيل اللي يعني مسيطر على هاي الخانات فلازم ما يعطيه وهون اجى نات اي 5 ليه مشان يسيطر على خانه خناة 6 مشان يطلب c 4 وكمان ممكن انه يجي نات جي 4 نفس ما حنشوف هلا بشو بقى 4 اعطيني الفيل المشكله بهذا الوضع انه انت ما بتقدر تاكل على على 4 لانه في نات سي 7 فورك راح تكون ها أه وبتخسر ماتيريال كتير يعني يعني حتى الحصان ما راح تاخده هالحصان ما راح تاخده لانه بيرجع بيبي سي 7 تهديد والوضع سيء مأساوي الوضع فمشان هيك هون بعدين هات الحصان ما بيتحرك اجا هو هون نايت على الجي 4 مهدد كوين اف مات لعب اي 3 بانجيري وكمل بالاي طارد الحصان المشكلة هون انه ما بتقدر ترجع لورا لانه البيدق البي هذا بيسقط وراح يكون مهدد كثير شغلات الحصان وكشمات لعب اتش 3 انت اعطيني حصانك لما تحرك حصانك بيسقط الحصان فصار شوية تكسيرات اكل على البي 5 اكل على الجيفور. 4 اكل على السي 4 هلا مع انه هون آه جيري خسر بيدق بهاي القصة بس عنده قلعة نشيطة عنده بادق افضل وانتشار افضل يعني هلا هل أهل بيدق مانو سليم آه الحصان هون ضارب على البي 5 الفيل هون كتير قوي ضارب على الخانات السوداء آه الوضع في لعب يعني للابيض بس بشكل عام انا بفضل انه هون كون مكان آه نيبو كامل هو هون بالرك على C1 مشان يعمل لعب على عمود C وبشكل عام على خانة C7 آه D5 مشان انشر فيه للابيض B3 عاطيني الحصان اجا بشوب على B4 نقلة كتير بضغط آه على الحصان وكمان بيحكي له انه خلص الحصان هذا راح اخدوه B4 اجا الرك على A3 طالب اللي حصلها مرتين بعد كوين آه بعد بيشوب حامي لعب له الاف 6 بيشوب اجا كوين هون مهدده ثلاث مرات ف اجا بيشوب اي 2 هلا ليش اجا بيشوب اي لانه استسلم للأمر الواقع عارف انه راح يخسره حتى لو هون اجا كوين دي 2 انا بلعب اي 5 بعد ما تزيحه اي مكان حتى بتضطر انه حتى تخسر هاد كمان بعد ما تزيحه آه ممكن انه اكل هون تمام بصراحه حسابات خرافيه من نيبو يعني لما ضحى بالقطعه ولعب بشو بفور يعني بصراحه رهيبة فهون الجيم كمل بشو بى اى2 اكل على c3 مع تشك اكل على c3 هون كان ممكن ياكل بس بصرف تبسيطات اكتر فهو فضل انه لا لعب بفور 5 اى5 فايف اعطيني الفيل هلا اكل على c3 واكل على f6 اكل جف6 وين بى1 ادلى ادلي اد7. فرجع كوين سي 7 حامي هلا هذا الوضع آه نبومنش عنده في بيدق زيادة اللي كتير يعني نخلي هالوضع أفضل لنيبو غير البيدق هو ال... لأنه البيدق متقدم هون أنت ما عرف تاكل هون لأنه في سي تو و سي تو بينحمى المشكلة هنا لأنه هون حميته هو رح راح يجي كوين أو كوين كوين كل ما تغوص أكتر بالوضع بتشوف إنه الشيخ إيش صاير يعني ليش هيك يعني كل عيته بيدق بس لما تقيم الوضع ككل الملك قد ايش سيء البيدق قد خطير تلاحظ انه عن جد عن جد الابيض وضعه سيء كوين دي 3 آه ما ديد هول اثنين كمل هو هون بالبي 5 آه الهدف من البي 5 كثير عميق هون لو انت كلت انا بلعب سي 2 لو انت ما لعبت شي لو انت كلت هون انا باكل هيك وبعدل البيدق تبعي جيم كمل بكوين سي 3 طبعا ما بعرف شو كان ممكن خيار ثاني ممكن هاي تكون بس توقع بشو بي 7 بشو بي 7 وما في مشاكل على الوتر كمل بكوين سي 3 اكل على سي 4 اي 4 اكل طبعا هون لو دزيت بتخسر البيرق لزياده فاكل روك على اتش 4 لعب له بشو اي 6 حامي اكل وبيت هلا هون وتم عنده البيرق لزياده تبعه مع انه مبين انه انت ممكن تاكل السي فور بس هون جري اكل وكانت هي غلطه تكتيكيه يعني يمكن لو ما اكل كان احسن له بس هو اكل وعاقبه بعدين ليش بعد بشوف تك سي فور حاول تلاقي النقلات اللي بتكسب هون كينج جي 7 الفكره انه الابيض ربط حاله بحاله هلا هون انت ما عارف تاكل لانه بتخسر وزير وانت ما انك تاكلني مع تشيك فخلص زاح ملكه عن هالوتر لو بدك تاكل بتخسر وزيرك ولانه الوزير تبعك مربوط ف بدي اجي روك سي ايه و... واكمل البروشر تبعي كمل هو انا كوين بي ثري أه روك بي ايه مهدد الوزير اكل بشب تيكس سي سكس هلا المشكلة هون انه مهما اي مكان بتحرك فيه وزيرك هو مكان سيء أه بدك تحركه هون ممكن يجي هون وبدك تحركه علي سي تو نفس القصة بدك تحركه علي دي ثري ممكن يجي هيك فدائما الأبيض أكل هوا لما تيجي هون ممكن آكل فمشان هيك هو هون أكل على الإي سكس أكل على البي ثري كشو أول بعدين أكل هلا هون كماتيريال وهيك يعني بومنشي عنده وزير مقابل فيل وقلعة أه بس لأنه الملك هون سيء ولأنه الوزير أحسن من فيل وقلعة شوي شوي يقدر يكسب بعد هيك ما راح كتير فوت بديتيل أكثر بس يقدر يكسب خصوصا انه الملك هذا هون مكشف يعني يعني هاي صراحة هي كانت كتير سمارت منه يعني انه فتح الملك اكتر فتح حمود الجي وبعد اف 5 هلا هون كانت فكرته انه يدز هيك ويعمل جندي هلا طول ما انه صار في جندي سالك خلص القصة خلصة فاضطر انه ياكل ويضحي بالفيل الفيل كان محمي بس خلص هلا هون بطل محمي وشوي شوي قدر يكسب انا انا ما بدي انتقل على الجيم بلاي بعد لانه هي كانت حلوه اكن هون وكوين دي ري هاي حلوه بصراحه منه ضحاله بالوزير الفكره انه لو بدك تاكل انا باكل بالبيرق معلك وانت توقفه تمام البيرق هذا بيترقى وإجباري تاخذ وزيري أه لو زحته أي مكان مثلا ركبي بي ثري هون ف شو بيصير أوكي هون الجيم بس بيحكي كوين سي فور بس رجع وزيرك يعني بس بتوقع إنه بس استعمل جيم خالص يعني أنا ما راح أكمل معك يعني لو جيت روك جي ثري ممكن اجي كوين سي فور وخلص يعني آخرته يخلص يعني آخرته خلص آخرته يخلص وزير ضد قلعة يعني بتوقع الجيم خلص حينتهي كان هو مكسب هالوضع يعني ما في داعي يكمل يعني لعبوا اصلا لعبوا سبعين نقلة هلا لانه بطولة كانديدت وبطولة كلاسيك يعني كتير الوقت فيه عالي فاللاعبين بيتعبوا كتير فما في داعي يكمل وضع خسارة لانه كتير بيكون تعبان و... وفيه قلة ادب يعني فبيحاول انه هو ما يطول هذا كان الجيم الاول بصراحة كتير واضح الستايل المميز يعني لو بت... لو بنراجع الجيم بنشوف قديش لعب عن جد بشكل رهيب رهيب يعني عن جد ما كان عبارة عن سيمتري قبل الجيم ما كان عبارة عن تماثل أو وضع عادي كان عبارة عن متفجرات يعني إنه أكل 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 كثير كثير أنا حبيت الجيم ويعني جيم مميز هلا في عنا جيم جاي تبع ليرن راح يكون إن شاء الله أحلى فبس يعني جيم جدا جميل آه خلونا نتقل للجيم اللي بعده الجيم اللي بعده لعبوا ضد وانغ هاو هاو هو لاعب صيني 2700 آه السنة الماضية تأهل آه لا يلعب لما فاز ببطولة جراند سويس تمام فهلا هو آه ما له مشارك فيها بتوقع ولا مشارك ناسي والله بس هلا هي البطولة شغالة أه المهم هالمرة نيبو كان أبيض وبلش بالاي 4 اي أه فايف لعبوا الدفاع الروسي أكل أه هون أنا بقترح أنه الأبيض دائما يجي نات سي ثري بحب الأوضاع اللي بتطلع من نات سي ثري بكون في وضع سوبر أكتف مع أنه الأبيض بكون عنده دبل أه بس نيب نيبو هون ما راح ما لهذا له اللاين ولعب الدي 4 نقلات انتشارية عادية كسروا فيها H4 هون يعني عن جد واضح لما تشوف H4 هيك معرف انه نيبو هو اللي عم يلعب طبعا بعدنا جي 5 انا مهدد مات والمشكله هون انه يعني اي اي طريقه بتحاول تمنع فيها المات سيئه كتير جي 6 ممكن اكمل ب بH5 5 وبش 6 آه ما بدك تضعف حالك فهو بس اعطى فيله وبعدين كمل هو ب 8 آه اكل على دي 6 واجانا F5 وهي بصراحة يعني تكسيرة كتير خرافية بعد كوين هون لعب كوين اتش 3 هلا هدف كوين اتش 3 انه انا بدي اكشك وبعدين اكسب الوزير فزاح الملك تبعه لعب اتش 5 مشان يلعب اتش 6 ويضاعف هذا الوتر كتير يضاعف البارق يضاعف جناح الملك كامل اكل اكل روكي ايت اكل اكل وكمل كمل بالجي فور ليش مشان يحمي الحصان ويقدر هلا يحرك الوزير تبعه ويحاول يهجم A6-B3 3 queen 6 nat e3 ممنوع انك تفوت عليه وكمل لهون بالh6 اخيرا لعب h6 g6 c4 c4 نقله كثير رهيبه آه، تضحيه بيدق ممكن تعتبرها هلا هون ما ما اكل او اكل بس ما اكل هون على c4 لانه لو اكلت على c4 فغلط ليش بعد h6 الملك صار كثير ضعيف انا هلا هون ممكن اكل ويجي كوين g3 او كوين h2 كوين g3 ما تفرق و والنقل الجاي راح يجي هون وخلص حتى لو حاولت تمنعني هلا كوين هون راح تكون مات خلص بسوي البيدق انا متخيل يعني بيدق بيدق واحد مع وزير هجمين عملك ما ما حدا قدر يوقفون فكره انه لو, لو بدك ترجع كوين جي 8 انا عندي كوين هون كوين دي سكس مهدد هي لو بدك توقفني من هون فغلط ليش بكشك من ورا بعد كوين جي 8 تخسر ف كوين هون بكون مهدد وين اف 6 ما بتقدر تمنعني خلص راح تكون مات يعني ف بعد بي تك 4 اجا كينج جي 6 بحاول يهرب اجا له h اتش 2 اجا كينج اف 7 لو اكلت هون فغلط ليش ممكن اكشك بعدين اكل على بي 7 بعدين اكل اكشك على جي 7 وضع خطير فاجا كينج اف 7 بي 5 كوين بيئة الوزير دخل يعني بس من بيدق واحد كسبوا الجيم والله والله بيدق واحد بس يقدر يكسب في الجيم آه. نزل اكل هون كشو كشو من هون كشو من هون ويجي كوين مهدد كشمات ف لانه حطوا علامات اجى كوين دي 7 هون لعب فكره كثير حلوه اجى اف 5 هلا الملك لازم يتم حامي الوزير ما بتقدر تطلع فاكل اكل واكل نايت تكس اف 5 اجباريه كانت بتطلع بتخسر وزير فهلا هون اكل وزير واكل نايت تكس اف 5 وصار عنده قطعه كامله زياده هلا هالوضع مكسب اجى هون هو كينج اي 6 بعد نايت هون استسلم آه لانه آه ماتيريال كتير كبير يعني عندك بيدق بس او بيدقين مقابل قطعه بس آه هذا البيدق موقف اثنين يعني يعني عن عن, عن شله كامله والمشكلة انه انت ما عندك لاعب يعني الملك ما بيدخل غير من الاي فايف يعني ما بعرف شو راح تكمل بصراحة لو جيت هون مشان تقرب انا بيجي هيك بكسب وبوزر يعني ف جيم جميل بصراحة يعني جيم كتير رهيب الجيم اللي جاي جيم ارهب ان شاء الله انا راح الريفيو لا شو صار وين انا وين صرت انا هلا <applause> وين الجيم يا صاحبي سوري يا اخوان لكون ضيعت الجيم اه ليكو هالجيم، الجيم هاي الجيم دينج ديرن نطلع من هول الجيمات هاي الجيم ضد دينج ديرن آه هالمرة هو كان ابيض لعب الاي فور ديرن كان تصنيفه ما بعرف ليش ما محطوط بالبي جي ان التصنيف تبعه اي فور اي فايف نات اف ثري نات سي نات سي سكس لعب له البش بي فايف الاسباني اي سكس اعطيني الفيل رجع بالفيل تبعه نات اف سكس بش D3 B5 أعطينا الفيل بشوب B3 D6 و A3 ثبيت قصير نات على C3 نات A5 أعطينا الفيل رجع بالفيل تبعه على A2 بش B6 تعال نكسر B4 أعطينا الحصان كسر هون فيله له رجع بالحصان تبعه على C6 هون بده يطور فيله فحط فيله على G5 الفكرة أنه آه بعد دزة E5 و D6 هاي الخانة صارت كثر ممتازة للحصان فأنا من أهدافي أنه أكل وحط حصاني على دي 5 من غير ما حدا ياكلني فبعد مش بجي 5 كوين دي 7 اكل على اف 6 وهنا دي 5 هذا الوضع الاسود ما بيقدر يتم مستني ف لازم يعمل كاونتر فلعب اف 5 مشان ياكل ويفتح عمود ال ال القلعه ويحاول يعمل شويه شغل بي 2 اكل على البي 4 وبش دي ات شوي نقلة غريبة بس هي نقلة دفاعية لأنه الحصان هون كتير قوي آه صعب انا احرك وزيري يعني ما بقدر اجيبه لاي مكان لانه لازم يتم تمسك بهالبيدق فحط فيه على الدي 8 ماسك كل هاي الخانات اللي الحصان ممكن يجي عليا كمل جيم بالسي 4 نايت هول اكل اكل وكوين سي 2 آه، الان وضع كثير يعني متعادل ما في اي شي بس يمكن انا افضل كون ابيض لانه الحصان ممتاز وهالفيل ما كثير عجبني يعني خصوصا انه هالبيدق صار اسود 8 جي 3 بي سي 4 كوين سي 4 سي 6 سي رجع على ال 4 مهدد رجع على الاي 2 مهدد آه، ودزها لهون على المشكله بهالوضع انه انت ما بتضطر تحميك لانه خسران البيدق خسرانه ما بتضطر تحميك لانه بتخسره كمان فلاعب اي 4 اكل اكل ومع انه هاي مبينه كويسه بس في بشوب اف 6 فرجع على البي 3 والبيدق هو الاثنين اصلا اضعاف فما ما انا مستعجل على يو اتش 5 تقدر تاكل هون بس كمان مره في مشكله على هذا الوتر وممكن انه حتى ما ما ضروري يعني ما ما ضروري يجي بشوب اف 6 ممكن يكمل هيك بعدين يجي بشوب اف 6 ويعملك مشاكل على الخانات البيضاء ف كمل هون بي بي 5 اتش 4 كمل بي بي 6 اتش 3 وهون لقى فكرة دفاعية كتير حلوة كينج اتش ون، ليش؟ عشان يجي نات جي ون ويخلص من بيرق الاتش ثري ويكون ماسك خاند الاف ثري وراح يحاول يعمل لعب بالبيدق سارق روك على البي رك روك على البي ون بشوب آه دي مطلوب اجي هون كوين بي فايف بده يكسر وزره هلا هون رك روك تكس بي سكس تهديد فبعد هاي التكسيرات بتبطل تهديد يعني هون كوين بي فايف كوين بي فايف روك بي فايف حتى ما بتضر انك تضحي هون لانه الباك جراوند كان عندي محمي شو عم فك شو هذا اللي عم بحكي انا اوكي okay. الباك عندي محمي بينا جي 1 ف اجباري تيجي كوين بي 5 لو بدك تم على هالوتر هو بياكل وبتخسر وزيرك بالاخر فالزبد اجى كوين بي 5 كوين على جي 4 رافض التكسير ومهدد كوين اف 3 شمعت فاجباري انه يجينا جي 1 اوكي او ياكل هو اكل <applause> اكل ماسك هذا الوتر وهارب من هذا التهديد كمل جيم بروك على الاي 5 طبعا هون ما بتقدر تاكل لانه في كشمات فإجا كوين على السي 6 روك على السي 5 عط خول وزير خول قلعه كمان مره بس في كشمات فما أخده وإجا كشو من هون وهلا اجا ناجيون ماسك هول الخانتين آه، الجيم كمل روك تيكس بي 6 تقريبا ما عنده شيء تاني يعمله لانه هون آه انا ممكن اجي اكسر وزره والبيضة قال خلاص يكون خطير واكل هلا هون وكثير ماتيريالي انه وضع مكسب فاكل على البي سكس اكل الفيل هلا هو يمكن اللي كان اللي متوقعه كان روك تيكس بيشوب تيكس روك تيكس روك سي 1 وانه رابط الحصان وقصص يعني انه يشوف مشاكل وكشني وبعمل لك شندي سالك ولعب يعني بس آه نيبو نيبو مش اختصر حاله واجا كوين كوين دي 8 روك بي 2 روك بي 2 روك سي 1 آه لولا وجود كوين اتش 4 يمكن كان يكون ربع خساره بس اجا كوين اتش 4 كسر وبعد روك دي 1 اف 3 استسلم هون آه لانه بعد اف 3 آه انا مسكر هيك بدي اكل النقل الجاي هيك وخلص وضعي مكسب كان جيم جميل جدا اعطوني رايكم انتم بالجيم هاي الحلقه كانت نعسانة على الاخر كنت نايم اصنع الكرسي <applause> فاسف جدا على لو كانت الحلقه ممله المهم أه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا اعطونا لايك اشتركوا بالقناه أه حطولنا شو بنحط بالعادة لايك ونشوفكم ان شاء الله بالحلقه القادمه الى اللقاء جميعا تابعونا اليوم على الساعه التاسعه او العاشره بتوقيت السعوديه راح يكون عندنا بث رهيب جدا اسف الى اللقاء جميعا سلامات